بنتلان بان واحد يقول بنتلان باك جواز ده شيخ بعمود واحد شو بلان باك جواز والله قال يا أبي كتير يعني لابد إني كلا عن كينيا أي شو بلان كينيا راعو بنتلان غير دولة قارنة هذا ود الصومال لأنه دو دين ويا حس شيخ بعمود استجع فرت له حق غني عصروا أم بقى الشباب الله حكوا صلدو أم بقى مدرك الله حكوا صلدو كيف قاعد كجلي سو مدرس الصومال لأن وضد على الصومال لمدة شعل وضد إن الصومال يشتري شعل أنا أقول الصومال ما تجي إنه هدي من لما الدولة تبوي تجي أقول صعب يشتري الصومال هي والعرب ولا بعيد ده هي الدو دولة يو وقبا يرقى على الصومال لما يلو الصومال لأن سرع الهيل هذا كوبا هيل هو على الراعي حس الشيخ محمود إسماعيل عمر جيلة لبعض مدبا تقال كنوا هي وش يقولي إسماعيل عمر جيلة سووا حقوق تقال بيها هدي الصومال لأن وحنا قطو تبوتوا مع بعض وانا فكرت غلط وحبا من نقول يسوى يسكبيا لقى على هامبا حاجة لقى على هاي يقولوا لي تبوتي نلوش يدو هاي يقولين دكدا تبوتي يقرا المرة نيجي توبي أو توبي وضد بقولي هل بقولي أفرت مالي يكون لي أنا يسب على يجري يا المرة كي واحد قلت لي إنه غضان يجون يقعد تاعه يا بين نقطة بركان الوردي أم بل لو ده يقوم ما أقوله هدي إلى لو ده يقو تاس ألك ده لو ده يكرته وبربره بربره دكتور تي the United Arab Emirates ka imal galiyeen muddo sanado sanado la loo saay ayjis and way ka dagaalamayta laakiin uu soo rogel way Djibouti waxa inta u dheer hadda barbarkiga waxa fadhiya siyaasi Cabdullaahi Cabdi Haaji Umar Hirsi Cabdullaahi Jawan runtii waxaan kaga mahadcelinaa waqtigaaga nasiisay aad nagu soo booqatay xarunta telefishinka CBA دوين كيقول ده بيجي سومالي لان هشيس بيلقى شيء دولة إثيوبيا وهشيس يفهمها وMOU هشيس كاسدين عيف ربضان بي يا الله قاضي هذي نقطة جدها سومالي لان يا هذي نقطة وتمد الدرس كلا سومالي لان وأدمودو إنه عنفي يو حساسية دو كوابوري دلال كاسي بل كسودو عبد الله وادقو ويا رجني ما هذا السياسة هذه السنة يا يو تاريخ دينا سومالي ولا أنت عبد الله أنت هكذا شو أبو هذه بي نصيب دراو تاي لبدل الصوماليات ولا بن بدحوينه وأبوين الصوماليات إسماعيل عمر جيلي بدحوينه تشيبوتي وضل يضد باي من يسوي حقنه درس عن هاي دجان عن هاي ضد وضل أشياء عن هاي طلي أحد إن تبع عن هاي حس الشيخ محمود وإسلام مدحونا تمرد الفدرال كيس وماليا لبضوا با وحي آد 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 دجال وقولين سيد أي إم أو يو أم با سوماليان وحلي بينو كيني أنا ومن دجال قاوم بين نقو قاضي تاسين واحد ويان وحي كهذا من نمس سوماليين أمد الصوماليين وأمد ولعلا جودان وأمد ميدا حيد لكن ده عند ولدي ده أنا غورو كيس أفريقيا اللي جود كل نولا أنت نولا نهب قبيل بكل رقم تشري مركا مركا وحويا وعنو أركا أنت لحد إنك إيرجن من نمد وحلا لا وحي ودي صوماليان بها يود تعلمي تذكر دكان صوماليان أما صوماليان أبو عند ده ده فنان أنت بده حدود إيه هاي وربلينا شيء دوا تبوته وتموريه دام كدرية وربلينا شيء دوا تيجو وتموريه دام كدرية وتشاري عالن كوا يقالها وحلا وحسي وقالها قبل نما لقى أحد لي وحتري ذا كان ولا شيء وحنا ويان رنتين أبل كود ونقضي إذا ما دي اللي إحنا كي ألكي جي وحشان تصور اللي سوك يعني إن ما جي بلا ضفيره ما أنتوا عايز تاجتي قبل ده وقوي oo ay ku daraan waxaan lagu sheego federaalka ila federaalka umada Soomaalida go'aansiga ma jirin iyagu baa iska qorortay marka federaal u bixiyay marka sida imka muuqata Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Umar Geele labada midba dagaalkii nagu haya wajib u leeyahay Ismaaciil Umar Geele isagu wuxuu ku dagaalamay haday Soomaaliland wax noqoto Djibouti waa baabays wana fikrad qaldan waxba ma noqonaysa way iskabayaan لقى على هامبا حاجة لقى على هاي يقولوا لي تبوتي نلوش يدو هاي يقولين دكدا تبوتي يقرا المرة نيجي توبي أو توبي وضد بقولي هل بقولي أفرت مالي يكون لي أنا يسب على يجري يا رم مرة كي واحد قلت لي إنه غضان
iyaguna gacanta ayaga ayaan bay noqotay marka in lagu qordiyo amba la wadaago ma ogola hadii ay la wadaago taas halka de la wadaay kartaa waa barbara barbara dadku waa tii the United Arab Emirates iska imaal galiyeen muddo sanad soo dhaasana la loo saaray jiis and way ka dagaalamaysaa laakiin uu soo rogel way Djibouti waxa intaa u dheer xeebta halka laga ilaaliyo Djibouti nabadgelyadeed waxa weeyaan waa Soomaaliland inaga cadaw iyo al shabaab iyo cid kasto wax ku sameyn lahayd cid ku kici lahayd inta badeer Soomaaliland baa uga waxaad xusuusataa naytiyadii markii Eritrea ugu dagaalamay iyadoo Djibouti ba la soo geli lahaa ciidamadii Soomaaliland ee sanadta ay jiray oo difaac u galo dagaalka galay oo Djibouti difaacay waxa weeyaan marka Ismaaciil wuxuu is un saaray qoro ku fikiray hadii Berber wax noqoto ama Soomaaliland qaran ay noqoto la aqoonsado inaan Djibouti ay nolosheedu xumaanayso isagu taasi inuu la dagaalamayo ka kale anigu demaba garan maayo waxa wada waa garasho xum maay tamayo maay laakiin waa fikrad aad u qaldan midin buu ka hadlayaa inta yar uu federaalku u sheegayo ayuu sii kala gooyay ummadan buu taladii u diiday qabiil buu ku dhaqmaa dadku dad Soomaalila sheegto xaggaa jooga codkooda uu isticmaalaa oo aan halka laga doonay xamar laga magacaabay oo baarlamaanka marka waxa weeyaan Puntland ayuu waxba weydiin waayay Puntland baa aan wax ku leeyahay Puntland baa ka go'aysa Sheikh Maxamuud waa Jubaland baa ka go'aysa oo laga yaabo ay ka jecelin labada inay raacaan Kenya ay Jubaland Kenya raacdo Puntland ayaa dowlad gaaran cadaawadda Soomaaliland hadduu deyn waayo xasan Sheikh Maxamuud isaga afarta dhex ka qaniyo isay ku soo noqonaysa labadaasi way ka tagi Jubaland waxay noqon Kenya raaci amba dowlad gaaray noqon dhikareer gareen maxaa ku raadsay in Puntland dowlad gaaray ina sheegay marka waxa weey taas waxa uu sababa ee taladii la wadaagay dastuurka ka dhixiyay dowlad federaalka waxay go'shiyeen ayuu dhageysan waayay kaliyi baa wata isii African Community Bank galay buura ee uu galay oo mooyada uu galay isaga wuxuu galay club Sawaaxiliya amba xarun urur Sawaaxiliya isbaahis Sawaaxiliya oo la isku afahayn isku diin hayn isku dhaqan hayn isku midab hayn bu kaliyi raac waxa weeyaan waa todoba wadan oo dalal diinta marka la eego kristana oo dhaqan marka la eego ka duwan oo noocay si walba uga duwan ayuu waa ka mid baanahay hadhow tan sharci wuxuu dhigayaa de nin kasta oo wadanka gala meel walba uu degi karo ka baxa mister karo iman karo dalkan xeebaha wanaagsan iyo dhulka barwaaqada wabiyadii inta u dhaxaysaba waa la degi kuwaasaa gacanta ku dhigi doona marka waxaan leeyahay waxa weeyaan maroodigu takarta isaga saaran ma arkay takara ninka saaran buu arkaa isagu wuxuu waxa uu sameynayaa MOU uu diidaya ma aha MOU duudiya in Ethiopia meesha ay heshiis lala galo annaga ku siinayna xeeb oo ku siinayna farmaajo waagu oo ogolaaday afar meelood oo ka mid tahay mid Soomaaliland ay ku jirto maxaa ku raadahay hobyo oo ku jirto Barawe iyo Cado Kismaayo afar meelood baa loo ogolaaday Ethiopia ay u ogolaayay imagana waxay ku hadlayaan annaga siinayne hanoo yimaad annaga mayna weydiistaan marka waxaad arkaysaa inuu ka dhimanayo ma aha in Ethiopia ay bad isticmaasho oo ku dhimanaya Soomaaliland waxa noqoto oo ay wax yeelato oo ay meel marto ninka xaasidkiina ma aflaxo isagu bay ku noqotaa waxaan leeyahay xasan Sheikh Maxamuud ficil ka wado hadii aanu degdeg wax uga bedelin isaga dambarsan doona wixii kaga yimaada isaga ay ku noqonaysaa baaba waayo laba arrimood baa ku dhacaya dee Soomaaliland u seexan mayse way iska celin oo way aargoosan ma garatay taa yeelayeb yabka ah ee in ma garanaysaa ee imaka aan dameel la xamar baa lagu ilaaliyaa isaga gudisha lagu ilaaliyaa gudaheeda hadal maan walba la qarinayo dheelkii madaxtooyada ku agyaalay iyo madaxtooyada walba la soo galay marka waxa weeyaan taargetka koowaad wuxuu ka dhigtay waa adduunka ku maala argagixis aan la dagaalamayo argagixisadu waa al-shabaab waa inama Soomaaliyeed waa dhalinyaradiisii karti wuxuu waayey inuu yiraahdo war maxaynu ku dagaalamayna diinteenni waa teenni lama bedelin walaalayaal waa dalkiinni idinka hadhow xukumi
وأنا سبحان الله وذكر دجال كداي إنه ليش يو أيو جرامواي مال والبنا بحلي تجربة إيه واحد لعجي هو عن كل دجال الله بارجيه سده عن كل بابيو تاسير هو غلط كأوسبي يلا بعد وحليه هاي حصلوا أم بقى الشباب الله حكوك صلدو أم بقى مدك الله حكوك صلدو كيف قاعد كجلي سو مدرس ومالين وضد على أصوات اللي مدرج عل وضد إن سو مالي شرتش عل أنا قصوا مالي مديدي إنه هدي من اللي مال الدولة يجيبوتي أقول صعب يرتدي صعب علي هي اللي ولا ألب ولا بهاي ده هي اللي دو دولة يو وين قوما يرقى عضو سمال لا مايل وسمال لا نسرع على هاي الأرض كوا هاي الأرض وارد الراعي لكن أنا يروح جالسان قولي وتاعني ما قاعد يلا يا شرف يلا يا سو مالي مديني ما أقولي هي اللي ولا الله وشيء غيره يا إذا نو هاتين وحباها نقولنا يا أمريكا صوري زي ما شفت وحلاها هاي لما ضوبا بوران هذه ما قدم بالي كل عدو تنبو يعني لما أضيع الصوماليات باتين وما أنت أبسي وين هذا ويا أرجع ما يدابة إسماعيل عمر قيل وحلاه هاي والله أضيع وباي النقدين باق صدق النقدين ترى الصومالي ما أنت أوبا أنت وان نبض واستعيل وإن لا أبو رو ما كل هذا يين وهالقوة ده نوران كرو والصومالي ما قيد هدانا حدود كان النجوم الناس مين وجميز بسمي ما بدلي كل روح يو أنا يقولين إن حقيقة الريال تقل قاعد لوي ما مجا أفريقيا إيه دون كبا إيه قسمي إنجليز وأمريكا كي سمي إيه فرنس مرايكم كنا إيه مكو إلى عليا إستجا هاي ودي كوا دي مكا مركا وحن لا هاي وحن أكو عصي أقولان ما ما المريخ كرتان اللي بدينا بدنا وطوحة بطوحة هم يسنيني هذا ود يتعرق عمد عمد الصومالية كو أبو رسان كدعي وهدينا نسرعي كريم شنطة مدو البحر كي الله اللي قيل الرعي شنو الضمى انو كرر رعصاني هدوك سيدانو هاي ستوك الصومالية وهو هاي سوى عنصد هاي سوى هاي سوى قات وهناك يني يتسمية والعلمو هاي سوى الحمره تاسو أجبوتي وجبورية محاو كورا ديگان كي صومالية وقو بالعرن وما انت دلك اي توب يا فدر هالك حبين تودي وافق عيدك إلا كتير هالك وقوص الرئيسة مركا واحد ليه هاي ماشا قولي الديمقراطية دي كتيرتو نبادنا يسوغير دي حلقة دورسة كتيرتو اندباتة كتيرين ادادك بدقيني هاي اندباتة كتيرين واسو مال لان انتي كان عدو هاي اندباتة دي كان عدو الاسعارو انتا زيرو هاي امبورت وحاوحل سوقت بيو ميل كان لغا كيري او جروبو فكر حنوكو فكر اي او هب غبيل جروب 21 او اكتوبر دابا جوغي فرماتشي فارح معلن يرقص اسا ايا كدن بي عبد القاسي وسير كان كي رجل سارا انجري جروب ساسا سمي ومن ثالث قبيل سومالو اسكو رير قرا قيس قرا كو ابوري ميش تاسينا وها وين اخرك او دمان دونتا رنتي تي ماركو سومالان ديديو او اسكو دو خاتمه سومالان تي او خاتمه هل لبا دغما لا سعر دي بو هدا ولي ستيت بانك دغي لبدا ميدكه ميسان ولي او سومالني ما داي نوقت يو اسكو له سومالان ايدو قيبي ميدكه واو قيمه بدن قلبيتك ما هو كره سومالان اودل او سيدو كلا دوني في دمينو كو ابورو وني مكي اودل لان شيغني اودل ستيت ايو يانا كو عسومي شركي هوتيل سامبيسكي ودجيي دبال دغي كلا قيب غلي جبوتي را جوغه ودونيين ولا جباد ادنا لك ابورو تاسينا وح مشين امبوسيبل وح صورة جلية ما أها تاسك أودر دجاوات ضد عقل لي حتى عرض لي سومال لنا أدر يجا للسي إما كان يجا إلى علينا يا وح صورة يا ما مركا وح لا ده هاي ور وح على ضوضان وح خاتمة يوم مركا لا يا وين يو بنتلان ده وي كلام يسوي وح دوس كريسي ويدين بنتلان بعد دبرك وتشيدسي شوف الآن بعد دبرك وتشيدسي كواس ولا بالغ يا بيني فرينا كبعان حس شق بعمودو مركا وحنا دلية بوران هدي ما قديني كداي وحنا نصور نقول يا دورس دي بيني نقصودو دورس دا لما فكرة ضد بالسكو هاي قلالة ده دورس دي سد هذه اسمه نعجلين يا أوردي تري طبعاً كسنة عمر لفوري ولا حق بانو ولا شرع جبال تبيه وحنا لا أنا شرع جها الله نقضوه دورس دا هلوجر أوردها أوري مركب محل يتعنى كوميشن الدور صلاة وده هيش حلك قاضي لكن شرع بيال شروع ذلك الله يلاليه وهي شروع دواني دقينه
wada tashi waxaanu ku caana maalay in la isugu yimaado wax lagu marayo madal in la isugu yimaado oo stakeholder iska amba ka qayb galayaash ay isugu yimaadaan sida ururada isbiyada jira iyo maxaa ku raadayay in kul akadeemiyada ayaa shirka noo qaban jirtay annu ku jiray civil society-ga waxaa soo dhan in laga wada hadlo oo wax lagu heshiiyay doorashada inta aan la gaarin si aan carqaladi nooga noqon in la bisleeyo walaal dhamaystiran taana Soomaaliland kula talinayo waxaan ka hadlayaa arrintan socda ka jirta imika ay wadaan labada oday Soomaaliland lagula dagaalamayo madaxweyne Muuse Biixi mudane Muuse Biixi waxaan kula talinayaa inuu degdeg isugu yeedho golabada shirgudoona golayaasha sharci dejinta iyo madaxda xisbiyada iyo ururada dabeedna wada tashi qaran laga yeesho arrintan loona heegana loo noqdo sidii dalka loo difaaci lahaa oo qolada degdeg uu isugu yeedho dabeedna wada tashi Soomaaliland iyadoo u midaysan waxaa jira dan shakhsiya iyo dan xisbi iyo dan qaran sida shakhsiga ah taa xisbiga ka weyn taa xisbiga qaranka ka weyn marka inayna walaalino priority xisbiyada tartamaya tartanku waa inuu furayay laakiin qaranka waa in loo heshiiyo mid loo ahaada hadday u cid yihiin hadday wadan yihiin iyo hadday yihiin maxaan ku dhahay wadani iyo hadday kulmiye yihiin iyo hadday ururada kale 10 kaaba yihiinba masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121